مرحبا، اهلا فيكم بتجاه قناتي تفاصيل علا. حابة اخبركم بشغلة، فتحت جروب على الفيسبوك لحتى تقدروا انتو تشتركوا فيه وتنشروا صور نباتاتكم معي. اذا عندكم سؤال مثلا عن اسم نبتة ما عرفتوا شو اسمها، او مثلا اذا حابين تسألوني او تسألوا المتابعين كمان الموجودين جوات الجروب عن مثلا مشكلة صارت عندكم بالنبتة، او بشكل عام حابين تشاركوا صورة نباتاتكم معي، صوت حديقتكم، بيتكم، اي شيء صار فيكم تشاركوا معي بهذا الجروب اللي عملته. لاحظت لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. لساتني ماني متأكدة 100% عن الاسم، لهيك ما حكتبه هون. فيكم تفوتوا على صندوق الوصف تلاقوا الرابط حتى تروحوا على الفيسبوك وتشتركوا فيه. اشتركوا فيه واعملوا دعوة لرفقاتكم، وخلينا كلاتنا نكبر هذا هيك الجروب، المجتمع محبين النباتات هيك مع بعض. كثير متحمسة عليه، وبعتذر اني كثير بحكي بسرعة، دائما يجيني هالتعليق وبحاول اني ما احكي بسرعة، بس برجع بحكي بسرعة فآسفة. مهم، مثل ما شايفين من العنوان، اليوم الفيديو رح نحكي عن أسباب بتخلي نباتاتكم ما تكبر أو تكبر ببطء. كتير بيجيني هذا السؤال، إنه علا أنا عندي نبتة الفلانية ما عم تكبر، عندي نبتة ما بعرف شو عم بصيها بس ما عم تكبر. فحنذكر هلا بعض الأسباب اللي بتخلي نباتاتكم ما تكبر. إذا حابين فيكم تحضروا هذا الفيديو، عملته بالصيف، قارن فيه نباتاتي بعد تقريبا 70 يوم، يعني شهرين وعشرة أيام، فيكم تشوفوا قديش النباتات ممكن تكبر بهيك فترة زمنية. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. أول سبب ممكن يخلي نباتاتكم ما تكبر هي إنه النبتة ما عم تاخذ إضاءة كافية. بعض النباتات بتفضل الإضاءة القوية، بعض النباتات بتحب الإضاءة المنخفضة، بعض النباتات بتحب تعيش بالظل. بس حتى النباتات اللي بتحب تعيش بالظل مو معناها 100% ظل، يعني بدون إضاءة بالمرة، أو مثلا ما في إضاءة طبيعية، لا. كل النباتات بتحتاج كمية محددة من الإضاءة. فإذا كانت عندكم نبتة بتحب الإضاءة القوية وأنتم حطيتوها بمكان ما في إضاءة منيحة، رح تلاحظوا إنه في ضعف بنمو هي النبتة. بالإضافة أن النباتات المثمرة، يعني مثل البندورة، الفريز، الفليفلة، أي نبتة إلها ثمار، تحتاج تنحط بشمس مباشرة لحتى الزهور تتحول لثمار، والثمار لحتى تنضج تحتاج شمس مباشرة ودرجة حرارة غالبا بتكون عالية. السبب الثاني يلي ممكن يخلي نباتاتكم ما تكبر هي انكم عم تسقوها زيادة عن اللزوم. فوقت تسقوا النباتات زيادة عن اللزوم بيكون في كمية مي كتير بالتربة، فالجذور ما عم تقدر تاخد اكسجين، لانه الجذور منه بتحتاج مي منه بتحتاج اكسجين. فاذا ما قدرت الجذور تاخد اكسجين رح يصير عندكم مشاكل بالجذور، وما حتقدر تاخد غذاء منيح، وبهذه النتيجة ما حتكبر النبتة. وحتى اذا ضلتوا عم تعملوا هيك بعد فترة رح تموت النبتة، فلا تسقوا النباتات كتير. او ممكن حتى تكونوا ما عم تسقوا النبتة كتير. امتى فينا نعرف انه النبتة بتحتاج انها تنصقى؟ بتلاحظوا انه الورق تبعها بلش يتبل، او بتلاحظوا انه الوش التربة بيكون ناشف كتير، فوقتها بتسقوها. فانا غالبا بفضل للناس اللي ما لهم متعودين او ما لهم متأكدين امتى لازم يسقوا النبتة انهم يدسوا التربة. انا دايما بضيف هاي المعلومة، بعتذر اني كتير بكررها بس هي معلومة جدا مهمة. صوت ايدنا لجوا بحس تراب كتير ناشف، ما لزق بايدنا هي غبرة بس، فإذا ما لزق بإيدنا معناها بدها صقيع. السبب الثالث اللي ممكن يخلي نباتاتكم ما تكبر، ما أظن كتير ناس تنتبه على هذا الموضوع، بس النباتات اللي ورقها كبير، أو أغلب النباتات مثل هاي ومثل هاي مونستيرا والكاوتشوك، بتكون طبقة غبرة على الورق. هلأ النبتة بتتنفس عن طريق ورقها، فإذا كان في طبقة غبرة على ورق النبتة ما حتقدر النبتة إنها تتنفس منيح، وهذا الشيء حيأثر على نموها. بالنسبة للنباتات اللي ورقها كبير، فيكم تمسحوها بقطعة قطنية تكون مبلولة بمي دافية، أو النباتات اللي ورقها صغير حيكون جدا صعب إنكم تمسحوهن ورقة ورقة، فيكم كل فترة تعملولهن حمام، لأنه النباتات بالطبيعة بتنظف الورق عن طريق المطر. يعني ما تنزل مطر لحاله بتنغسل النبتة، بس بالأماكن الداخلية أنتم بتحتاجوا أنكم تعملوا لها حمام مطري لنقول. فيكم تحطوها بالدوش، تكتوا عليها مي، بهالطريقة تكونوا عملتوا لها دوش وتكونوا نظفتوا ورقها. السبب الرابع اللي ممكن يخلي نباتاتكم ما تكبر، يا أما ما عم تسمدوا النباتات، يا أما عم تسمدوهن زيادة عن اللزوم. هلأ النباتات مثل ما بتحتاج مي بتحتاج غذاء، وهذا الغذاء بتاخده عن طريق السماد اللي حتضيفوه للتربة. فيكم تحطوا لنباتاتكم سماد مرة بالشهر أو مرة كل أسبوعين حسب نوع النبتة. بفصل الربيع والصيف
والخريف ما بتحطه بفصل الشتاء، لأنه فصل الشتاء هو فصل السبات بالنسبة للنباتات. مكتوب عليه إنه مناسب لكل أنواع النباتات الداخلية والخارجية اللي بزهور وبدون زهور. في أنواع للسماد، أنا دائما بيجيني سؤال هذا إنه شو نوع السماد اللي بتستخدمي. هلا أنا ماني عايشة بتركيا، بشتري منهم من المحلات التركية، أنا ما بعرف شو حيكون اسم هذا السماد بالبلاد العربية. في علب سمادات تدور تلاقيها عن بياع النباتات، في سماد بيجي للنباتات الورقية يعني بس إلها ورق، في سماد بيجي للنباتات المزهرة اللي إلها زهور دائما إلها زهور، وفي نوع سماد للنباتات المثمرة. فأنتوا بدكم تجيبوا نوع السماد المناسب لنبتتكم. هلا كيف نعرف انه نحن عم نسمدها زياده عن اللزوم اذا عندنا مشكله سماد زايد؟ رح تلاحظوا انها ورقها عم يصفر، وحتلاحظوا انه في عندنا عم تتشكل طبقه على التربه. هذا الشيء بيدل على انكم انتم عم تسمدوها زياده. كيف فينا نتدارك مشكله السماد الزايد؟ فيكم وقت تغيروا القصيص تغيروا التربه، تجيبوا تربه ثانيه تقيموا التربة القديمة تكبوها، إنه عمليا هاي التربة حتكون تسممت، فيفضلكم إنكم تحطوا تربة جديدة للنبتة. السبب الخامس اللي ممكن يخلي نبتتكم ما تكبر هي يا أما الحوض تبعها كتير صغير يا أما الحوض تبعها كتير كبير. ليش الحوض الصغير بيخلي النبتة ما تكبر؟ لأنه ما في مساحة كافية لحتى الجذور تبعها تكبر، بهالنتيجة الورق تبعها كمان ما راح يكبر. الحوض كان كتير فايش، ما قدر الجذور تاخذ مساحه، ما قدروا يعيشوا، ماتوا اول ما طلعوا. وبالعكس اذا كان الحوض كتير كبير رح تاخذ النبته وقت كتير طويل وهي عم تكبر جذورها تحت، لدرجه انه هي ما حيكون عندها طاقه كافيه لحتى تكبر ورقها من فوق. فلازم تختاروا حجم الحوض يكون مناسب لحجم النبته. وحقلكم انا كمان على خدعه كيف تخلوا النبته تكبر بسرعه اذا حابين تكبر. خذوا الحوض اكبر بمقاس واحد فقط، ما تاخذوا كتير كبير، بس مقاس واحد بس. وقت تاخدوا مقاس واحد وتكون الجذور عندها مساحة كافية لحتى تكبر، النبتة من فوق كمان رح تكبر كتير، بس مقاس واحد أكبر مو أكتر. السبب السادس اللي ممكن يكون خلي نبتتكم ما عم تكبر هو الوقت. انتو في احتمال تكون نبتتكم بالشتاء ما تكبر منيح، لأنه هي مثل ما حكيت من قبل بفيديو حكيت عن العناية بالنباتة فصل الشتاء، أن النباتات بفصل الشتاء بتفوت بحالة سبات، فهذا الشيء جدا طبيعي ما تاكلوهم. رح تلاحظوا يا أما عدم نمو بفصل الشتاء، يا أما نمو جدا بطيء، هذا الشيء جدا طبيعي. أو ممكن إذا غيرتوا نبات مكان النبتة، يعني مثلا كانت النبتة برا مثلا بمكان outdoor برات البيت، فجأة فوتوها لجوات البيت، أو بالعكس كان جوات البيت حطوها برات البيت، يمكن تفوت بصدمة لأنكم غيرتوه للمكان، تاخذ شوية وقت لحتى تتعود على المكان الجديد. بعد تقريبا مدة شهر ماكسيموم رح ترجع تتعود على المكان هي فيه وترجع تكبر مرة ثانية. السبب السابع اللي ممكن يخلي نبتتكم ما تكبر هي انه انتم ما صلكم زمان مغيرين لها القصيص اللي حطيتوها فيه. فالنبتة بشكل طبيعي هي بتعيش بمكان واحد بالطبيعة، يعني النبتة بتنزرع بمكان واحد ما عم تتغير. فاحنا بالبيت عنا وقت منغير لها مثلا حوضها او منغير لها مكانها، النبتة بصير ده وقت لحتى ترجع تتعود على الحوض الجديد، على التربة الجديدة، على المكان الجديد حطيتوه فيه. فعطوا النبتة وقتها. هلا اذا لاحظتوا انه مدى تقريبا هلا هي بدها شهر ماكسيموم لحتى تتعود على الحوض الجديد، بس اذا نقول مضى 3 شهور ولاحظتوا انه هي ما عادت كبرت، فمعناها انتم على الاغلب حطيتوها بحوض كتير كبير. فالنبته مثل ما حكيت من شوي بسبب مدري شو كان رقمه، انه تكون النبته لما انه حوض كبير عم تكبر كتير جذورها، ما عندها وقت تكبر من فوق. وهلا السبب الثامن والاخير، انه ممكن انتم عملتوا لها تجذيب زياده عن اللزوم. وقت نجذب النبته نحن بنقص ماكسيموم ثلث النبتة، واحد على 3 من النبتة. فإذا أنتوا قصيتوا أكثر من هيك من النبتة، النبتة رح تفوت بصدمة وغالبا ما رح تكبر بسرعة. هلا التجذيب هو بيساعد النبتة تكبر، بس أنتوا إذا قصيتوا النبتة زيادة عن اللزوم، تجذبتوها زيادة عن اللزوم، رح تلاحظوا إن هي ما عاد كبرت. فحتى نحل هاي المشكلة فينا نحط النبتة بحوض أصغر، لأنه هلا صار عندنا حجم النبتة صغير، ما عاد تحتاج حتى تكون بهذا الحوض الكبير. حطوها بحوض أصغر واتركوها فترة لحتى تتعافى. وهيك بكونوا خلصوا كل الأسباب اللي حابة شاركها معكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا كتير انكم شفتوا للأخير، وما تنسوا تشتركوا بجروب الفيسبوك اللي حكيت عنه، وإذا حابين تابعوني على الانستغرام كمان رح احط لكم هون اسمي فيكم تتابعوني. وإذا بتحبوا النباتات أو فيديوهات بشكل عام عن اللايف ستايل فيكم تشتركوا بهالقناة، لأني حنشر فيديوهات جديدة بالمستقبل، فبتمنى انكم تتابعوها. وفيكم تعملوا لي لايك، تتركوا لي تعليق، هذا جد شيء كثير بيساعدني وكثير بيعني لي. وإذا بتحبوا النباتات فيكم تحضروا البلاي ليست اللي عملتها عن النباتات
وهذا كل شيء لليوم، شوفكم بالفيديوهات الجاية، باي باي. طولها تجذيب زيادة عن اللزوم، تجذيب بار انكم عم تسقوا الري فحأسلك لكم اذكر لكم اول سبب بيخلي اكسجين لانه الجزء